أخواتي إخواني، عام عامين ديما شادين في النضال من أجل كشف الحقيقة، كل الحقيقة عن اغتيال شهيدنا شكري بالعيد، عن اغتيال شهيدنا الحاج محمد المراهبي، عن اغتيال شهيدنا محمد بن مفتي، عن اغتيال شهيدنا ماجي العجلاني، عن اغتيال كل شهداء تونس، شهداء الثورة، شهداء ما قبل الثورة وشهداء ما بعد الثورة. عام عامين إلى أبد الآبدين شادين في نفس المبادئ ونفس الأهداف ونفس القيم اللي استشهد من أجلها شكري بالعيد، واللي استشهد من أجلها البراهمي، واللي استشهد من أجلها كل شهداء تونس. نحن شادين في نفس الأهداف، في نفس المبادئ، في نفس القيم، ولن نحيد عنها. الوفاء للشهداء هو الوفاء لهم، هو الوفاء للمبادئ والأهداف والقيم اللي ناضوا من أجلها. ونحن اليوم واجهين شادين، الجبهة الشعبية الصامدة واقفة وستظل الصامدة واقفة إلى جانب شعب تونس، ستظل صامدة واقفة كما أرادها بالعيد وكما أرادها البراهمي وكما أرادها بالمفتي وكما أرادها العجلاني. الجبهة الشعبية ستظل واقفة مستقلة ثورية مناضلة وطنية ديمقراطية اجتماعية كما تريدها تونس وكما يريدها شعب تونس. أخواتي إخواني، نحن اليوم ونحن نحيي هذه الذكرى، نحن نقول نحن اليوم ونحن نحيي هذه الذكرى العظيمة، نقول للتحالف الرجعي الحاكم شكري وراءكم، والبراهمي وراءكم، وابن مفتي وراءكم، والعجلاني وراءكم، وكل شهداء تونس وراءكم، وشعب تونس وراءكم. نحن سنواصل النضال من أجل كشف الحقيقة، من أجل تكريس ذلك الشعار العظيم الذي رفعته ثورة شعب تونس، شغل، حرية، كرامة وطنية. هذا الشعار الذي يجمعنا جميعا. نحن ماضون معكم، نحن ماضون إلى جانبكم وأمامكم من أجل تكريس نفس الأهداف. الجبهة الشعبية كل الديمقراطيين والتقدمين في هذه البلاد مصرون على أن هذه الثورة لا تجهل، وهذه الثورة لا تغدر، وهذه الثورة لا تخدع. كلنا ماضون الأمام من أجل تحقيق أهداف شعب تونس، باش الحرية تتحقق، وباش الحرية تتثبت، وباش المساواة تتحقق وتتثبت بصورة فعلية، وباش الديمقراطية تولي مؤسسات وتثبت بصورة فعلية، وكذلك باش العدالة الاجتماعية تثبت. العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها بنهب الشعب وبإذلال الشعب وتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والسندات المالية العالمية. العدالة الاجتماعية تتحقق وقت يتلفتوا للشعب، نتلفتوا البطال، نتلفتوا الفقير، نتلفتوا للجاهل والأمي، ونتلفتوا للمريض، ونتلفتوا للمهمش. الجبهة الشعبية باش تواصل معاكم على خطى شكري وعلى خطى كل الشهداء، باش تواصل النضال معاكم، وأنا واثق وأن شعب تونس لن يتوقف على النضال حتى يوصل لأهدافه. والجبهة الشعبية كما عرفتها في كل الفترات السابقة باش تبقى على نفس الصورة مع هذه الحكومة، وفي المستقبل باش تكون بالمجد وفية لكل شهداء تونس ووفية لشكري بالعيد. أخواتي إخواني، ما نحبش نطول عليكم برشا، ولكن عهدا عهدا سنواصل النضال. وما ليش أهلي حليم أمهاتنا إذا كان ننساو شهدائنا، وما ليش جدرين بالحياة وبالاحترام إذا كان ما نسيروش على درب شهدائنا. وشكرا لكم، شكرا لكم.